هذا القناة لي أنا شخصيا. فأسأل الله أن يثبتنا وإياكم بالقوة الثابتة في حياتنا وأن يرزقنا بالإيمان وطاعة الرحمن، هذا أهم شيء. وأن يرزقنا بإيمان حب للناس. اللهم آمين. طبعا يقول لك للمؤمن محمد عندك شيء قبل الصلاة؟ يقول أحسن صلاة الفرض يوم صلي الفرض. يا سلام. اخشع بها لو كان حاضيك حاضي. يا سلام. ولا يزعلك من بلقف ويشذب العرض يصار عنكم كون الكون راضي. واعرف ترى مسكنك في باطن الأرض مهما ملكت من الفلل ولا راضي مترين طول ومسكنك في متر عرض. هذا الكلام اللي ما هو هرج فاضي وينصب لك الميزان في موقف العرض في محكمة عدل لها الرب قاضي سبحانه الله أكبر. ويقول يا شفت من بعض الزليبين زلة اعفو تجاه زلة وكظم الغير لا تندفع وتزود الطين بلة لا تندفع وتزود الطين بلة وتحرف وتفرح على ربعك إخباث مباغير وبعض الأمور بطولة البال حلة مثل المريض اللي بحاجة لتمريض. والشجرة الشجرة لشوكها دون ظلة أخير منها واجه الشمس بالقير. الله الله. والوالد احذر 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 لا يشوف المملة خلك معه علاقة العشب بالبيت. الله 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 الله. الوالد احذر لا يشوف المملة خلك معه علاقة العشب بالبيض ونفسك لضاعت عالم الكون ذلة على الفضيلة روض النفس تروي. ويقول يا صار ما تميز خطاك وصوابك ما بك حلا بالعكس كلك عذاري عذاري. يا صار ما تميز خطاك وصوابك ما بك حلا بالعكس كلك عذاري. عذاري. واللي احترمت الناس كل يهابك ومن اللي يهاب مجادل الناس مهيب مهيب. ما خلك بشوشل سمح نزهي جنابك صبر الجمل يضيب وافطن الذيب. واحذر 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 تخيب هقوت لي هقابك ولو الهقاوي تخطي احيان وتصيب. احذر تخيب هقوت لي هقابك لو الهقاوي تخطي احيان وتصيب. وافزع مع المحتاج يطق يطق بابك. خلي الردى خلي الردى يفرض عن حوت الطيب. ولا تجادل في غيابك حسابك ليه ما جادلوا قال بحقك تكفل عالم السر والغيب سبحانه. وقبل السفر تسثر بخرجك ذهابك دربك خرى ما به ضيوف ومعازيب لابد من يوم زفر سابك يا لازم دنياك ما يجزر قصاصيب يجرد من كل جسمك ثيابك وفوق السفر رشوا على جسمك الطيب أما السماء ولا ارتب في غيابك ولا ما حد يبسيك حتى المعازيب مش في دروان الشمل وسلامتك سلام كلامك صلاة 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 شباب صلي يلا اولادي اولادي صحيح يا شيخ اقول في مجالب علي ولا خلوا عبد الله يروح للدوام انتهينا من الهواء لا لا باقي على استمر في مجال دقيقتين ايوه تفضل 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 بس ترى الصلاه قوم الشباب شباب قوم الشباب قوم الشباب انا يلا ابو علي ابو فالح والمشاهدين سلامتكم في سالفه الراهي ايوه كلام يقول كلام سالفه ابو فالح يا يقول طال عمرك ابو محمد والله ابو فالح رجال في خير شايب من هالطاعة تعرف شيء يحرصون لا ذله راح المسجد ولا خذ طال عمرك دخل المسجد لا والله ذاك الولد يدخل معه ولا الولد هذا طال عمرك عزوب يدرس في الجامعة وهله في الجنوب هم في السالفة ذي في الرياض والله حبه تعرف على الطاعة يا إخوان ينحب سبحان الله العظيم وخاصة الشاب اللي الله يوفقه الطاعة الله سبحانه وش أحسن منها ها يا أخي حنا ناس كبار الحين أنت إذا إنسان الله هداك وتوضيت ثم دخلت مع الأذان بعد الأذان أبو شوي توضيت وسننت يا اخي بصراحه لكن والله سالفت شوي وتاخرت ثم جيت لك تلحق ولا فاتك ركعتين تحس بتعب وتحس بضيق ما ترتاح اي والله صح لهم طعمك الشيب ارتاح هذا الولد ومش يعني لابوه عنده ولا عنده وعزوبي ويلاحظ على الصلاه احسن من الناس الكبار حبه قال سولف وش علمك قال والله انا اللي في جنوب ادرس كذا كذا قال لطف سولف معه قال يا ولدي انا حبيت كله قال الله يحبك اللي حبيت فيه قال انا محبتي لك وتقديري لك وانت تبيك تنشر قربه ابي اجوزك بنتي الله اي قال بس يا عم انا والله ادرس وتوني ولا ولد شاب بي حي هذا قال هذا والله في الرياض عاد ما ادري وين يا ابو محمد اي والله قال والله عاد اي قال ولدي يا عم انا ظروفنا اهلي الله يعلم وانا ولد توني شاب ما بعد تخرجت ويني وين الزواج ماني اي والله توي ماني على الله تخرج من الجامعه وحصل وظيفة يبي لي 5 سنين ولا منها ولا أكثر الله قال بس بسيطة لا يهمك أنا أبي طيب رأسك قال علم أبوك قال أبوه قال أبوه يا رجال ما أدري خبر رجال صادق قال والله علمك كلمة متردد قال الوالد
عطنا اسمه هذه تذكره ولا منه خليه يجي بس نبغى راسه الله ومشومك عن كل شيء انا ما ابي الا انت انت ولد ولد يا ولدي المهر بدفعه الله المهر بنتي والفله جاهزه نبي بس ابوك يشرف ويحضر والله خذ الولد يسمع قال ابوي هذه تذكره رقمه بس اطلع المطار تعال ويجي طال يكرمه ويقوم طال ويملك هالولد ويجوز هذا البنت المبروكه ولا ما شاء الله بعد حفظ قران والولد الخير الله ويعطيها البيت طره شوف ارزاق وما انطع الله يا ابو محمد اي والله سهلت لك كل يا ابو خالد ابو علي انا ربع الغالين كلهم جابوا قصص حلوه ومفيده جدا جدا ومقابل ما فعلوا من المعروف لكن يا اخوان ترى ما كلنا سهلوا في عندي انا سالفه عكس اللي قلته انا حدا جيراني يسولف علي يقول بالقايله رايت رؤيا شلون رؤيا يقول رايت يطعمر اللي مسكت ريدا ماسك له داب يقول مسك ريدا يقول والداب هذا يطعمر ما ادري شلون يقول انا والداب وانا والداب وانا والداب وانا والداب يطعمر يقول اتعب الداب يقول انا اعي يقول يوم عيت يقول والله كبدي صب عرق ايه والداب يا اخوان ترى المفسرين يقول عدو يا عدو يقول انا اصلي العصر قمت وصلي العصر بشركه هو يقول انا ارسب يقول اروح بيم الشركه يقول يوم جيت قدام جمعه الامام محمد هاي ثلاث سنوات هذه لها حول خمس سنين يقول مال الرجال طالع من الجامعه ومعه شنطه يقول انا اقف كان وشر لي قال يا اخوي ابيك لو سمحت توصل البريد قدام قلت تفضل يقول هو يحط الشنط كذا يقول يوم جيت البريد قال يا اخوي تنتظرني خمس دقائق انا قال وين تبي تروح عندي قلت انا برجع كذا قال تنتظرني خمس دقائق ارسلني بالبريد وابي معك ترجعني قلت يلا يقول ركاد انتظرته يقول ركب معي يقول يوم ركب معي طعمه يقول جينا موزن الجامعه كذا بنزل وقفت شفت يقول تريت طمع بي يقول انا عندي جوال من الجوالات الثمينه هذه شفت قال وقف وقف يقول انا وقف يقول بغفرت مني يقول يسحب الجوال هذا رعشناط رعشناط شفت انا واحد يكون على حذر يقول سحب الجوال يقول سحب الجوال يقول امسكوا من هذا حلقه شفت يقول انا وياه يقول انا وياه يقول انا وياه يقول انا وياه يا طعمر يقول انا يا طعمر يقول يفلص نفسه بالقوه شفت يقول وهو يهرب يقول لهم هرب اي اخذ المفتاح مفتاح طفى السياره بسرعه اخذ المفتاح المهم يقول هرب هو يقول لهم هرب يقول لما الدوريه تجينا الدوريه يقول شو الدوريه قلت والله السالفه قال وين راح؟ قلت والله ما ادري وين راح اي والله والجوال قلت الجوال معه ترى الجوال من كثر اشياء قال وارتبك هو ترى الجوال طاح تحت السياره يا اله الا يقول واخذ الجوال يطلع عمر يقول ودك على العيال يجيبوا اليوسبيال فود كل انسان يكون على حذر صراحه صح صحيح صحيح شوف انت من ذكرته وهذا الخير وهذا وقع براعي شر والعياذ بالله الله المستعان لكن فك والله منه اي بيضغط اي والله خلاص الا اخت